قولي لي رأيك ايه في النادي في عقد المستشار مرتضى منصور؟ لا طبعا النادي بقى كويس جدا بعد ما مسك النادي، بقى حاجة تانية بصراحة. يعني هو اللي منظم النادي. لا ان هو يفضل، ان هو ما يمشيش ويفضل في النادي. طبعا النادي سيادة المستشار بصراحة يعني جدد النادي كله، بقينا قاعدين عندنا في امان بالنسبة لاطفالنا لما كانوا صغيرين عن الاول، وطبعا احنا بندعمه طبعا لان هو فعلا يستحق كل الدعم. والله الحمد لله طفره انشائيه والنظافه، والحمد لله يعني النادي ما كانش كده، وكل الخدمات اتوفرت، ملاعب، حمامات سباحه، دورات ميه، فبنحمد ربنا على اللي احنا فيه ده يعني كده، وربنا يدوم النظافه واللي احنا فيه ده يعني، وبنشكر الناس القائمين على هذا العمل. ممدوح عباس، كنت باجي بلاقي الكراسي مكسره، ما فيش حتى ترابيزه بنج بنلعب عليها، بما يرضي الله يعني اتعمل في النادي يعني بقى نقول فايف ستار. صراحه النادي اتعمل كويس قوي، يعني الواحد بيجي بيحس بحاجه حضاريه. لا هو في حصل تطور جامد جدا جدا جدا، يعني انا مشترك من حوالي 2001، كانت القطط بسم الله ما شاء الله ماليه النادي، وكانت الدنيا فوضى قوي قوي بصراحه. سياده المستشار عمل طفره كبيره جدا جدا جدا، وربنا يوفقه رغم الازمات اللي بيتعرض ليها وكده، يعني اللي حقق بصراحه شويه بطولات كتيره قوي للنادي، فربنا يديله الصحه يعني كلنا معاه. هو عشان خاطر بس لنادي الزمالك، ما يحبش ان حد يهين نادي الزمالك، يقوموا يخبطوا فيه حاجات وحشه قوي. يعني المفروض ان نادي نظيف زي دوت وتنقل النقله دي كلها الناس تبص لها، لكن ما نقعدش نخبط في الراجل اللي بيعمل النادي وعمال يسند النادي وعمال حاطط دم قلبه في النادي. مستشار مرتضى منصور، بقول له ربنا يديك الصحه، راجل مجتهد وظابط النادي كويس والنادي جميل. احنا معاه وبنحبه، احنا كصحفيين بنحبه ومعاه ودايما بندعمه وواقفين جنبه، ولغايه النهارده احنا بنحبه يعني، لانه شخصيه قلبه ابيض وبيعمل بجهد كبير في النادي وبيعمل حاجات كويسه للنادي. ربنا يقويه ويرفع عنه الكرب يا رب، واكتر من كده وهو استحمل ووقف وربنا يعديها على خير ان شاء الله. انا بحس انه اكثر نظاما انه هو موجود واكثر نظافه وكده، يعني هو وجوده من الناحيه الاداريه يعني مطلوب جدا. يعني ربنا يديك الصحه ويخليك وبدعي لك زي امك ما دعيت لك، لان هو كان بيقولها لي، بيقول لي كل اللي انا فيه ده من دعاء امي ليا. جه ندفع النهارده للاشتراكات، لان اتعودنا على كل سنه في شهر 6 لازم ادفع الاشتراك. يوم جميل جدا جدا جدا، سهوله نظام، من ساعه سياده المستشار مرتضى منصور بقى رئيس النادي واحنا في منتهى السعاده، كل حاجه جميله جدا 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 الى اقصى درجه، دي حقيقه. وهو بيت النادي، هو رئيس النادي، هو اب النادي، سياده المستشار مرتضى منصور. هو عامه سياده المستشار دايما وعلى طول مع الناس اللي في النادي، يعني اي حاجه كويسه سياده المستشار هو الرئيس بتاعنا، هو اللي بيضيف معانا، ده حاجه اساسيه. بص يا حضرتك، وانا طبعا انا جاي فجاه بفصل عضويه بنتي، انا مفيش اي علاقه شخصيه تربطني بالمستشار مرتضى منصور، الراجل المحترم اللي انا بفخر ان هو فعلا مسك النادي. انا عضويتي تقريبا من 1977 من الاعضاء القدام، الناس يا اما نسيت او تناست النادي كان شكله ايه. أنا حضرتك كنت باجي أنا أسرتي مش عارف أقعد في النادي، النادي كان الجناين عبارة عن جنينة عامة مرشوشة مية، ما تلاقيش لاقي مكان تقعدي فيه، الكراسي كراسي خرزان مكسرة، لو حضرتك قاعدة بتفكري تخرجي بره النادي تخشي تواليت، لأن التواليتات غير آدمية، حمام السباحة حمام سباحة واحد لكل الأعضاء، كان أشبه بالمسكي، زحمة جدا. طيب أنا حضرتك أنا هجيب منين؟ الموارد محدودة، تمام؟ المبلغ معقول، ابص لبقيه النوادي الثانيه بتاخد كام وعملت ايه كانشاءات. ما ننساش ايه اللي اتعمل، احنا النهارده بنتكلم ان في زحمه شويه في الاشتراكات، عددنا كبير
الكمال لله وحده، بس دايما نتعلم زي ما احنا بنشتكي نتعلم يا جماعه ثقافه الشكر، الشكر على اللي اتعمل، ما ننكرش ويبقى عندنا حياديه ونقول ايه اللي اتعمل ونفتكر كان زمان وضع النادي ايه وشكله ايه. لا لا طبعا شكرا سياده المستشار بصراحه، وانا هفصل ابني ومبسوطه جدا بجد، ربنا يبارك فيه يا رب. والله انا جيت النادي يعني والاستاذ مرتضى منصور موجود، كانت يعني بصراحه جميل جدا. الوقت اللي هو بيبقاش فيه موجود بتبقى لخبطه ومفيش مش حاجه متظبطه خالص يعني. طبعا انا بشكر جدا سياده المستشار على انه هو متعاطف مع الناس كلها، بس انا بناشده ان هو يستمر في رئاسه النادي الزمالك، ما ينحنيش او يبعد عن النادي، لان النادي من غيره لا يجوز وما يصحش. هي الطفره الانشائيه ما حصلتش في اي نادي في العالم، مش في مصر ولا في اي دوله اوروبيه ولا اي دوله عربيه، ودي حاجه من 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 من, من احسن حاجه عملها المستشار، من افضل ما عمله المستشار اللي هو الطفره الانشائيه اللي عملها، مش في هنا بس، ده في النادي النهري كمان، ولسه ان شاء الله في نادي 6 اكتوبر واللي هيعمله في نادي 6 اكتوبر. وانا بشكره شكرا جزيلا، ويا ريت يبقى مش لينا في 6 اكتوبر بس، ولينا في التجمع الخامس، ولينا في التجمع الاول، ولينا في جميع التجمعات، ويا ريت في جميع الدول العربيه كمان يبقى لينا فروع برضه.